برحب بيك طبعا كابتننا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد بنتمنى تكون 90 دقيقه من نصيب النادي الاهلي. الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي هنا في كنشاسا على استاد الشهداء الثانيه ظهرا بتوقيت كنشاسا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. كل الامور الحمد لله كابتن ايمن على مدار الايام الماضيه مشيت بشكل مميز وطيب جدا، سواء تركيز اللاعبين في هذه المباراه، المحاضرات الفنيه المستمره وتجمعات اللاعبين أيضا، كل تدريب وعقب انتهاء كل وجبه عشاء فطار غدا لعيبه مركزه بشكل كبير جدا وعندها هدف ان شاء الله، وده اللي بنشوفه في عيون لعيبه النادي الاهلي يا كابتن ايمن. هدف وحيد ان شاء الله النهارده هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، لا بديل عن الفوز في هذه المباراه. الامور هتكون مختلفه بشكل كبير جدا ان شاء الله مع حصول النادي الاهلي على هذه الثلاث نقاط، لكن مع الجديه الكبيره اللي فيها لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله كل الامور والظروف والمناخ والعوامل المحيطه بفريق النادي الاهلي يكون معانا النهارده في 90 دقيقه على استاد الشهداء. اطمنك طبعا كابتن ايمن كالعاده طبعا على اليوم وبالنسبه لتحرك فريق النادي الاهلي والامور هتكون بالنسبه للفريق النهارده ازاي. يعني اقدر اقول لك لحظات بسيطه، وتوجه النادي الاهلي لملعب الشهداء، بيسبقه دلوقتي في هذه اللحظات محاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني اللي بياكد فيها طبعا على الامور التكتيكيه طبعا والثغرات ونقاط القوه والضعف وواجبات خط الظهر وخط الهجوم، كل الامور اللي اشتغل عليها خلال الايام الماضيه ليها تاكيد النهارده كبير جدا. ثم نتوجه مباشره الى ملعب الشهداء. الملعب بيبعد عن فندق الاقامه 18 دقيقه، اكيد هيكون متواجد معانا طبعا التامين. ظروف البلد اكدنا عليها اكثر من مره كابتن ايمن وطبيعتها يعني الظروف صعبه شويه، يعني التامين هنا ما بيبقاش تامين قوي، لكن وجود طبعا معالي السفير حمد شعبان سفير مصر هنا في الكونغو بصحبه طبعا وزير الرياضه الاسبق ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العامري فاروق رئيس البعثه، بينسقوا بشكل كبير جدا على هذا الامر، لان الاهم كله هو موعد المباراه. الامور لما بتكون في الايام الماضيه بنوصل في ميعاد او بنتاخر وكده ما بيبقاش ليها اي يعني عوائق كبيره على النادي الاهلي زي موعد المباراه، لان انت عارف الاجتماع الفني واللوائح الخاصه بالكاف وصول الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. فالحمد لله يمكن فندق الاقامه مميز ان هو قريب من ملعب المباراه. ايضا كمان نطمن كل جماهير النادي الاهلي على الرباعي محمد هاني، عمرو السوليه، طاهر محمد طاهر، وايضا كمان عايز اطمنك على ايمن اشرف. يعني كل اللعيبه دي ظهرت بشكل طيب جدا ومميز جدا في التدريب الاخير على ملعب الترتان. كنا خايفين شويه على لعيبه النادي الاهلي ان تحصل كرامبات او يحصل اي امور تعكر صف فريق النادي الاهلي او تزعج الجهاز الفني في الاختيارات، لكن الحمد لله ادوا جرعه تدريبيه مميزه وقويه جدا اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى النهارده. الجو اللي احنا شايفينه النهارده ده كابتن ايمن انا شايفها ان هي رساله الحقيقه، لان يمكن على مدار الايام الماضيه درجه الرطوبه 90% و89% 35 بتصل درجة الحرارة. في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها كابتن أيمن سيول هنا في كنشاسا وأمطار غزيرة جدا، الرطوبة قليلة، الجو جو كورة كبير جدا، مفيش حر مفيش صهد مفيش رطوبة عالية زي ما شفنا. فيا رب إن شاء الله بإذن الله على موعد المباراة الساعة 2 دورا يكون نفس الطقس ده، هيساعد النادي الأهلي بشكل كبير جدا وهتكسر حواجز كتير جدا بقى مع تصريحات رئيس التسيمبا والمدير الفني إن هو جابوا النادي الأهلي في موعد 2 ظهرا على ملعب ترتان، لكن الحقيقة الجو رائع ومميز جدا في هذه اللحظات. وعايز اكد لك كمان يا كابتن ايمن ان في توقيت المباراه في ايضا كمان يعني المؤشرات بتقول ان هيبقى في سقوط للامطار، الامطار على الترتان بتهدي شويه الامر. يا رب يا رب يا رب تكون رساله كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي وتنعكس عليهم في ملعب المباراه ويقدروا ان هم يحققوا نتيجه كبيره، نتيجه كبيره جدا هتساعد النادي الاهلي في رسم خريطه كبيره وشكل المجموعه بشكل كبير، ومنها ان شاء الله تدريجيا يصعد النادي الاهلي لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله كمان يحافظ على لقب البطوله العشره اللي بنتمنى تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. مستمرين معاك اكيد يا كابتن ايمن ومع كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، بننقل لكم كل الكواليس والاخبار سواء وجودنا في ملعب المباراه، تشكيل فريق النادي الاهلي، الاجواء، حضور الجماهير، كل الامور دي هتكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلالك ايضا كمان يا كابتن ايمن. عوده لكم في الاستوديو مره ثانيه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد وباذن